مش حرام من الموت ياخده مني بالمنظر ده؟ ده أقرب لحظة يبقى كان ياخدني معاه. أنا عايش لمين بعدي؟ سوحة حبيبتي أنتي كده بتعذبيني. حرام عليك يا سوحة، ده الموت علينا حق. زور والله العظيم اللي حصل له ده زور. أشرف هيوحشني أوي، هيوحشني أوي والله العظيم ده زور، والله العظيم ده زور. ما حرام. خير؟ ايه اللي فكرك بيا؟ العشرة ما تهونش غير على ولاد الناس الوحشين. وحشتيني وقلت اجي اشوفك. لا حنين وقلبك فيه الخير. هو انا موديني في ده غير حنية قلبي؟ المهم عايزه تصاري فين؟ هتعشيني ولازي منه؟ لازم منه وعشيكي. يبقى اطلع على الخون اللي فيه الشلة. يلا بينا. بس بقولك ايه، مش هينفع نتأخر، لازم ارجع قبل النهار ما يطلع. بابي ومامي محرجين عليا ما اتاخرش بره. ايه ده، هما بقوا بيقولوا لك ما ترجعيش قبل الساعه 7 الصبح؟ مش بعيد بعد شويه هيجيبوكي ويقعدوكي في البيت. موجود؟ ايوه حضرتك الظابط. انت اتفضل معانا. اوعى
في سوء تفاهم. وفي ايه يا حضره الضابط؟ انا مطلوب في ايه بالظبط؟ لا ابدا، بس هتعرف كل حاجه في التحقيق لما تتفضل معانا. ممكن بقى؟ لا، مش هيتحرك معاكم الا ما بابا يجي. انت يا حسن، يعني يا ريت تخلصنا بقى من الحرك ده وتتفضل معانا. انا رايح معاك. لا لا، مش هتتحرك معاهم الا ما بابا يجي. انت يا زفت. البنا على التليفون يا سيد. ايوه يا ابو العز، البوليس هنا وهياخدوا ضي يا ابني. اتصرف بسرعه ارجوك. ايه انت بتقولي؟ ايه ازاي؟ ايه؟ ما انا مش فاهم انت بتقولي ايه. يا مدام من فضلك اهدي شويه عشان افهم انت بتقولي ايه. طب اديني الضابط اللي عندك. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. ازاي ده؟ وازاي ضيع ابني يخرج معاهم من غير ما يكلمني؟ طيب طيب، راحوا يعني اسم؟ ما تعرفيش يعني ايه؟ وما سألتيش ليه يا مدام؟ طب خلاص خلاص، انا هتصرف. ساعة بالكتير وابنك يبقى عندك في البيت. مع السلامة. اطلبي لي اللي هو سلامة ومدير امن الشركة بسرعة، والاستاذ رؤوف المحامي كمان، يلا بسرعة. حاضر حاضر. اللي هو سلامة. ايوه سلامة، تعالى لي فورا. عارف يعني ايه فورا؟ ضيا مختار ابو العز يا فندم. تشرب قهوة معايا يا انور؟ اشرب يا فندم بعد اذن سعادتك، عشان انا خلاص هقع من طولي، عايز اغمض عينيا ولو 10 دقايق. اطلب لك قهوة معانا؟ لا متشكر. اطلب لنا قهوة بسرعة. حاضر يا فندم. ممكن افهم انا هنا بعمل ايه بالظبط؟ ضيا مختار ابو العز مش كده؟ ايوه. تشتغل ايه يا سيد ضيا؟ بشتغل اكزيكتيف مانجر لمجموعه شركات اللي هو السابق مختار ابو العز. لا لا لا، بالراحه عليا شويه وبالعربي لو سمحت، عشان انا الانجليزي بتاعي ضعيف جدا. قلت لي بتشتغل ايه تاني؟ مدير تنفيذي لمجموعه شركات ابو العز. غني عن التعريف. انت ابنه الوحيد؟ ايوه. اهلا وسهلا، اتفضل اقعد. قول لي يا سيد ضياء، انت عندك عربيه فضي رقمها 79928 ملاكي جيزه؟ ايوه ده رقم عربيتي، بس انا مش فاهم ايه الحكايه. الحكايه انت عارفها؟ انا ما عنديش فكره عن اي حاجه. ولا حتى حادثه اشرف التهامي؟ مين اشرف التهامي؟ اللي انت خبطته بعربيتك. ما حصلش. في شهود اكدوا انهم شافوك امبارح بالليل الساعه 1:30 وانت بتطلع بعربيتك باقصى سرعه متعمدا الاصطدام بالقتيل، وده معناه انها مش حادثه عاديه، ده معناه انها تبقى جريمه قتل مع سبق الاصرار والترصد. الكلام ده ما حصلش. واتحدى. تتحدى مين يا ابني؟ ما تتكلم عدل امال. انا قصدي اتحدى ان حد يثبت صحه كلام حضرتك. اه طب قول لي بقى، كنت فين امبارح من 1 لـ2 بعد نص الليل؟ الو امبارح انا كنت ايوه يا فندم. اه موجود سعادتك يا باشا، تليفون سيادتك يا فندم. مين؟ اهلا وسهلا يا فندم. الله يخلي سعادتك، اؤمرني. ده يا مختار ابو العز؟ اه يا فندم، واقف قدامه. لا سعادتك اطمن خالص، هما كلمتين وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير. اطمن خالص يا فندم. يا فندم انا مش محتاج توصيه. حاضر يا فندم، مع السلامه. مع الف سلامه. ده الظاهر ان السيد الوالد واصل قوي. نرجع مرجوعنا بقى للي كنا فيه. ما قلتليش كنت فين امبارح من 1 لـ2 بالليل. الو هشوف سيادتك يا فندم، لحظه واحده معايا حضرتك. مين؟ انا مش موجود، مش موجود، ومش هرد على اي تليفون لاي حد ايا من كان هذا الحد غير لما اخلص من التحقيق ده. ما ردتش على سؤالي.
كنت فين امبارح من 1 لـ2 بالليل؟ شو مصحي ماما وبابا بقى؟ سيبيهم يا بنتي مرتاحين شوية كمان. طب يا ستو أنا هروح أحضر لكم الغداء النهاردة. لا يا حبيبتي خليك أنتي في مذاكرتك، أنا عاملة حسابي ومحضرة كل حاجة، يا دوبك أحطهم على النار. ما أنتي ما بتقدريش تقف يا تيتا. طب خلاص جربيني النهاردة ومش هتندمي. لما تاخدي الأجازة ابقي ادخلي المطبخ وقفي فيه ليل ونهار واطبخي لنا اللي أنتي عايزاه، إنما دلوقتي بقى خدي بس بإيدي وقوميني. خليكي مرتاحة يا ماما، لا أنت ولا هي. الله، إيه يا بنتي اللي صحاكي؟ كنت نمتلك شوية كمان؟ مش لو كنت نمت من أصله، أفوق بس كده وأحضر لكم الأكل. واضح إنك مش رايحة الشغل النهاردة، صح؟ لا يا حبيبتي، لا فيا حيل ولا أعصاب، دماغي مصدعة وجسمي كله مفكك. أنا أحضر لكم الغدا وأقفل عليا أوضتي وأحاول أنام. ابقى قابليني، ابقى قابليني لو عينيكي شافت النوم بعد اللي ورطتنا فيه ورطت نفسك. ما انا زيك برضو هانم، رغم التعب اللي انا فيه انا ما غفلتش من ساعه ما حطيت راسي على المخده. ما تفضها سيره بقى يا فؤاد. انت بتقولها لي انا؟ ما كنت تقولي الكلام ده لنفسك. اعملي لي شاي يا بسمه. حاضر يا بابا، اعمل لك شاي انت كمان يا ماما. لا يا حبيبتي. عجبك قله الراحه اللي اتسببت لنا فيها الهانم دي يا حاجه؟ يا ابني امر الله وحصل وخلاص. يا حاجه يا حاجه، ولا تلقوا بانفسكم في التهلكه. جرى ايه يا فؤاد؟ احنا هنعيده؟ من امتى يعني كانت كلمه الحق تهلكه؟ ايوه يا ست هانم، اللي حضرتك ورطت نفسك فيه وورطتنا معاكي فيه تهلكه. وايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ مفيش ابسط ولا اسهل من كده. هيبعتوا لنا تاني في القسم ورايحين النيابه. رايحين لما نروح النيابه بقى ويسالوكي تقولي الدنيا كانت ليل، ما خدتش بالي من العربيه ولا اللي سايقه. بالسهوله دي كده عايزني اغير كلامي؟ روح ده المجال على المسكين ده هدر. الله، هو كان بقيت عيلتنا وبعدين ايه؟ هو انت عايزه تصلحي الكون مالك؟ الله، في عشرات ميات قلوب بيموتوا كل يوم، نصيبهم كده قدرهم، وزي ما بيقولوا تعددت الاسباب والموت واحد. ولا انا غلطان يا حاجه؟ والله يا ابني ما انا عارفه اقول لك ايه، اذا كنت صح ولا غلط. لا يا حاجه انا صح صح صح. لا يا فؤاد، دي وجهه نظر بني ادم عايز يعيش لنفسه وبس. واحد بيقول انا ومن بعد الطوفان، لكن انا لا، مش هغير كلامي ويبقى يحصل اللي يحصل. بشوقك بقى يا دنيا، انا عملت اللي عليا وخلاص، بس يا ريت بقى حضرتك ما تجرجرنيش انا والعيال في الدوامه اللي انت فيها دي. الشاي يا بابا. مش هتسمن، انا هخش اغسل وشي والبس هدومي وانزل. ماله بابا؟ مفيش يا حبيبتي، خلي لي الشاي انا هبقى اشربه. اخوكي فين؟ قاعد في اوضته مكلم، لا عايز يكلم حد ولا حد يكلمه. يا ايهاب جيب العواقب سليمه يا رب. قاعد لوحدك ليه ايهاب؟ ايهاب اسمعني واسمعني كويس، في حاجه لازم تعرفها وتتعلمها. الدنيا زي ما بتدي بتاخد، ساعات بتاخد مننا حاجات بنحبها أو ناس بنحبهم. يا حبيبي هي دي سنة الحياة، الدنيا اتخلقت عشان نعيشها بخيرها وشرها، بحلوها ومرها. عشان خاطري أنا بلاش تستسلم للحزن ده
ماما لو ليا معزة عندك ما تغيريش شهادتك. اللي تسبب في موت أشرف التهامي لازم ياخد جزائه. مين بس قال لك إن أنا هغير شهادتي أو حتى بفكر؟ أنا سمعت الحوار اللي كان بينك وبين بابا من شوية. يا حبيبي بابا معذور. بابا زي أي أب. خايف عليكم. خايف علينا كلنا. واشمعنى أنت مش خايفة يا ماما؟ مين بس قال لك إن أنا مش خايفة؟ مفيش حد ما بيخافش على حاجة أو من حاجة. ورغم كده رفضت طلب بابا بإنك تغيري شهادتك؟ يعني أنت مش عارف أمك؟ تفتكر أنا ممكن أعمل كده؟ يعني اعتبر ده وعد يا ماما؟ وعد يا حبيب ماما. يلا بقى ما تقعدش لوحدك، تعال اقعد معانا. يلا ايوه ده في ايه؟ عندنا درس مع ميس هند. لا ميس هند مش هنا، لسه في المدرسة. أنا جيت أهو يا أولاد، معلش تأخرت عليكم. يلا خش أقعد على طابور الصوفة لغاية ما أجي لكم. إزيك يا ماما؟ إزيك يا دنيا، عاملين إيه؟ بسمة شيلي كتب من على الترابيزة عشان نعرف ناخد الحصة بتاعتنا. وأنت يا أولاد ما تقفوليش كده، أقعدوا كل واحد يقعد على كرسي. معلش اصل المجموعه دي كان ميعادها الساعه 7 بس، وانا جايه في السكه ربنا فرجها عليا بمجموعه تانية، قلت ارمها واخلصها واجي جاري اخلص على المجموعه دي. دي ساعه غدا يا هند. هو انا يعني قلت لك حط لهم ياكلوا معانا؟ دي هي ساعه زمن، هياخدوا الحصه بتاعتهم ويتكلوا على الله وتيجي المجموعه اللي بعدها. لا لا ما تقلقيش، المجموعه اللي بعدها انا اتفقت مع بنت بالبنات اللي المجموعه كلها هتبقى عندها في بيتها. بقول لك ايه، اعملي لي كوبايه شاي احسن، دماغي خلاص هتتفرتك. يلا يا اولاد افتحوا كتبكم، وانتوا بقى مستنيين ايه؟ يلا على وضعكوا عشان اعرف ادي الحصه براحتي. يلا يا اولاد افتحوا صفحه 18 عشان نبدا الحصه بتاعتنا. يلا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ معلش معلش تعالى فوق افهمك. تفهميني؟ تفهميني ايه بس؟ لا مش الدرجات دي يعني، ده احنا قاعدين ولا كاننا قاعدين في الشارع. عاجبك؟ عاجبك كده يا ماما؟ عاجبك الطريقه بيكلمني بيها؟ طب لعلمك بقى عشان البقين اللي قالهم دول مجموعه الساعه 7 هتبقى في البيت هنا، انا ليا في البيت زي ما هم ليهم بالظبط، ومطرح ما يحط راسه يحط رجليه. سيادة العقيد موجود؟ نقول له مين يا فندم؟ قول له مختار بيه يا ابو العز. طب ثانيه واحده يا فندم. ان شاء الله خير يا مختار بيه، اطمن. أنا مش هطمن يا سلامة إلا لما ابني ضيع يروح معايا، والموضوع ده يبقى منتهي تماما. اتفضلوا يا بهوان. إيه يا ضيع؟ في إيه يا ابني؟ معرفش زي ما حضرتك شايف كده. خير، طمن أبو العز بيه. لمؤاخذة اللواء سابق مختار أبو العز. أهلاً وسهلاً. متهيألي انت ما خدمتش معايا لما كنت انا في الخدمه ولا مع سياده اللواء سالمه؟ لا للاسف ما حصليش الشرف. الاستاذ الدكتور رؤوف ابو السعد المحامي. يعني يعني التعريف طبعا. متشكر. اتفضل. خير يا سياده العقيد؟ ايه بقى المشكله مع ضيع ابني؟ ثانيه واحده لو سمحت. رائد انور. امر سعادتك. خد المتهم السيد ضيع ابو العز لحد مكتبك، كمل معايا التحقيق واخذ اقواله لغايه ما اخلص المقابله دي وابعت لكم. امر يا فندم. اتفضل. تحت امرك. ما جاوبتنيش على السؤال يا سياده العقيد. ايه المشكله مع ضيع ابني؟ ابنك عمل حادثه بعربيته تسبب في مقتل شاب وجاري التحقيق معاه. سياده العقيد، ضياء اعترف بان هو اللي ارتكب الحادث. لا للاسف مصر على الانكار. اذا مفيش اي دليل ضده؟ في شهاده عيان هي اللي بلغت عن رقم العربيه وبتاكد ان الحادث كان متعمد. يعني ايه الحادث كان متعمد؟ مختار بيه في مكتبي متعود انا اللي اسال، ما تسالش. يا سيدي على راسي على راسي، بس انا ابني لا يمكن يبقى قاتل، وهيقتل ليه؟ ده ابن مختار ابو العز. محدش لسه وجه لابنك تهمه القتل.
الحكايه لسه فيها تحقيق ولسه في مواجهه مع الشهده والنيابه بعد كده هي اللي هتقرر. وتطلع مين الشهده دي؟ محامي سعادتك ممكن يطلع على المحضر ويقول لك على اسمها. الو. اهلا يا فندم. يا فندم سيادتك في غنى عن التعريف. أمرني. موضوع ضياء مختار ابو العز. يا فندم بدون مبالغه سعادتك عاشر واحد النهارده تكلمني في الموضوع ده. وانا هقول لسعادتك اللي قلته للي قبليك. انا مش هجامل في حياه بني ادم وايا من كان الجاني انا هسلمه للعداله لان ده واجبي. متشكر يا فندم. اشكرك. مع السلامه. أي خدمات تانية؟ شرفته. مع السلامة. افتكر إن من حقي أتكلم مع ابني. رايد أنور. أي فندم. لا تحت أمرك فندم. شكرا. ايه الموضوع انتهى ولا لسه؟ تقلقش. هينتهي. مش عاوزك تقلق ولا كأن في حاجة حصلت. أنا قلقان وخايف ومرعوب. أرجوك ما تسيبنيش. أعمل لك إيه يعني؟ أجيب لك الدادة تقعد بيك ولا أجيب الست مامتك تطبطب عليك؟ جراك إيه يا ضيق؟ الله ما تجمك كده وتصرف زي الرجالة. لو سمحت لو سمحت أنا فيلم مكفيني وأعصابي منهارة. طب خلاص مش عاوزك تقلق. هتخرج من هنا يعني هتخرج. قلت لك هخرجك. قلقان من إيه بقى؟ قول لي يا ضياء انت فعلا خبطت الشاب ده بالعربيه؟ لا يعني كنت شارب ولا ما كنتش في وعيك؟ وانت لازم ترد عليا. ما ينفعش يا ابني تسكت، لازم افهم الحقيقه عشان اقدر اتصرف واحدد خطواتي. ده يا ابني رد عليا، اعمل معروف. الحادثة ليك يا قضاء وقدر. ايه ده؟ ايه اللي بتنيله ده؟ حبوب ايه دي؟ استنى. دي حبوب مهدئة. ليه؟ بتاخدها من زمان دي؟ أنا لا بعرف أنام ولا أعيش من غيرها، لو سمحت هات العلبة دي. ده أنت كده اتجننت. أنت بتنتحر؟ حرام عليك نفسك وحرام عليك أنا. ارحمني، ارحمني يا ضياء، ما تخليش أي حاجة تأثر على أعصابك حتى لو كنت قتلته. ما أنا فعلاً قتلته. اسكت. خالص. ايه ده بقى؟ قول لي ايه اللي حصل؟ لسه يا انور؟ لسه يا فندم. سياده العقيد. تحت امرك. الحقيقه ليه عن سعادتك طلب او رجاء صغير. ضيع ابني لحد ما يخرج بلاش يتحط في الحجز مع النشالين والحراميه والنوعيات اللي انت عارفها دي. اطمن خالص. المسائل دي احنا بنراعيها. ضياء ما ينزلش الحجز، تتحفظوا عليه في اي مكتب. تحت امر سعادتك. على اذنك فندم. شكرا يا سياده العقيد. في طلب كمان صغنن. يا ريت امناء الشرطه اللي حواليه يعاملوه كويس. ده طلب مشروع. وتاكد سعادتك ان ده بيحصل في اي مكان بشتغل فيه. انت حضرتك ما قلتليش الاسم بالكامل ايه؟ عقيد عبد الهادي شاكر. أهلا وسهلا. ضياء احتمال ينزل النيابة بكرة؟ غالبا بعد مواجهته مع الشهادة طبعا. بتقول إيه يا أبو العز؟ ابني هيبات النهاردة في القسم؟ ليه؟ هيتعرض بكرة على النيابة؟ ويمكن ما ياخدش إفراج. ده ابنك الوحيد، إزاي هيجي لك نوم؟ ده شايل اسمك. فين معارفك؟ فين الناس اللي بتتباهى بيهم؟ فين محاسيبك؟ لا لا انا ابني ما يستحملش البهدله دي ابدا. بقول لك ايه؟ ابني لازم النهارده يبات في سريره. انت سامعني؟ ما بتردش عليا ليه؟ يا مدام يا مدام ممكن تسيبي لي دماغي شويه عشان بس افهم؟ ارجوكي
أرجوكي سيبيني شوية أشوف حل البلوى اللي رمانا فيها ابنك. يا ستي ما هو ابني أنا كمان وقلقان عليه أكتر منك. اطمني هطلعه من الحكاية دي، يعني هطلعه إن شاء الله أصرف عليه ثروتي بحالها. حاضر حاضر يا ستي، هبلغك باللي بيحصل أول بأول، بس اهدي. مع السلامة. حل ايه دلوقتي يا أساتذة؟ ها؟ ومش عاوز كلام فاضي مجالس، لأن ده ابني وابني لازم يخرج من الموضوع ده وفورا. بالقانون هخرجه يا سيادة المستشار، لأن القانون ده لعبتك. بأي أساليب تانية هتخرجه يا سيادة اللواء، لأن الأساليب التانية دي لعبتك. أظن كلامي واضح ومفهوم. بعد إذنك يا باشا، أنا بدأت بالفعل. أنا جمعت عن الشهادة دي كل المعلومات المطلوبة، اسمها وجوزها وولادها وجيرانها وشغلها، يعني المعلومات المطلوبة عشان أبدأ ألعبها بأسلوبي، ومستني من حضرتك الضوء الأخضر عشان أبدأ. طيب حس كده بقى، أطلع أنا بقى على مكتبي وأقفل على نفس الأوضة وأقعد أقرأ في صورة المحضر، لعل وعسى ألاقي سارة كده ولا كده أقدر أهد بيها القضية. سلامة، هي اسمها إيه الشهادة دي؟ اسمها فندم دنيا فاضل صابر. يلا خلصوا الهوم ورك بتاعكم، اللي مش هيخلص الواجب مش هياخد الدرجة النهائية. ما تبصليش، بص لكراستك، فاضل لكم 10 دقايق وتخلصوا. سيدة دنيا والسيد فؤاد موجودين؟ أيوة يا فندم موجودين. نقولهم مين؟ الرائد أنور مباحث، ممكن أتكلم معاهم شوية؟ طبعا، ثانية واحدة. يا دنيا يا دنيا دنيا، ايه في ايه؟ خير يا حضرة الضابط؟ معلش هنترزل عليكم النهاردة كمان، تفضلوا معايا على المدرية. ليه يا حضرة الضابط؟ ما احنا امبارح قلنا كل اللي نعرفه في تحقيق. الموضوع النهارده مش هياخد وقت، كل اللي مطلوب ان انتوا تتعرفوا على المشتبه فيه اللي ارتكب الحادث. اتعرف عليه؟ هتعرف عليه ازاي يعني وانا ما شفتوش من اصله؟ وايه المشكله؟ تتفضل تيجي معايا وتقول اللي انت بتقوله ده. بس بيتهيالي السيده دنيا قالت في المحضر ان هي شافته كويس وادلت باوصافه كمان. ايوه انا شفته واقدر اتعرف عليه. يا فندم انا ما روحتش من ساعه ما جالي بلاغ الحادثه. عارف ومدرك يا فندم حساسيه وخطوره الموضوع عند الناس والراي العام نظرا لارتباط مشاعرهم باشرف التهام. يا فندم سيادتك اطمن خالص، انا وكل الاجهزه المعنيه شغالين على الحادثه. بكره الصبح ان شاء الله بالكتير القضيه بكاملها هتكون قدام النيابه، وهيكون عند سعادتك كمان تقرير مفصل بالحادث وملابساته. اطمن خالص يا فندم. وعد طبعا يا فندم. مع الف سلامه يا فندم. مع السلامه. شفتي كل ده فضل خيرك؟ لا وايه، ده احنا لسه في الاول كمان. ارتحتي؟ وايا كانت النهايه فانا مصره على اقوالي، دي ما كانتش حادثه ولا مجرد قضاء وقدر. لا، اشرف التهامي اتقتل، وزي ما بتقولوا مع سبق الإصرار والترصد. ايه ده ايه ده، انت صنفتيها خلاص على انها جريمة؟ حضرتك عندك تسمية تانية ليها؟ خلاص يا دنيا بكفاياكي كده، اعملي معروف. ايه يا فؤاد، ده رأيي، هتحجر على رأيي كمان؟ الله، انت مش مكفيك اللي حصل، اسكتي بقى خالص. حاضر يا فؤاد هسكت، هسكت لما اشوف اخرتها ايه. انتوا متجوزين بقالكوا كتير؟ ما افتكرش ان ده له علاقه بالحادثه. يا باشا احنا متجوزين من مده طويله وعندنا ولد وبنت. مدام دنيا سؤال وجاوبيني عليه بصراحه لو سمحتي، انت ليه يعني واخده موقف عدائي مني؟ لان حضرتك بتعاملني كاني متهمه او كاني غلطت لما جيت اتبرع بشهادتي. لا 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 خالص، انا ما اقصدش كده ابدا. عموما انا اسف، بس اللي بيحصل انه احيانا الاجهاد
حساسية الموضوع بتسيب أثر على تصرفاتنا وطريقتنا في الكلام وبتخلي إنه جوانا يبان على غير الحقيقة. أنا مرة تانية آسف. لا ما تاخدش في بالك يا باشا، إحنا برضو قلقانين وأعصابنا مشدودة يا باشا. سيد فؤاد جميلة ومش هنساها لك العمر كله. ما تقوليش تاني مرة يا باشا. ما بحبش الكلمة دي، بكرهها، بتوترني. أنا اسمي العقيد عبد الهادي شاكر. حاضر يا باشا. حاضر يا سيد العقيد. باشمهندس ضيا تعال معايا لو سمحت. هو ده مدام الشخص اللي كان سايق العربية؟ ما رديتيش عليا يا مدام. هو ده اللي انت شفتيه سايق العربية؟ هو ما عندكيش ولو ذرة شك انه ما يكونش هو؟ لا. ولا حتى يكون شبيه لي؟ لا. متأكدة؟ أي. وانت يا سيد فؤاد؟ أنا باشا قصدي يا سيد العقيد، يعني أنا قلت قبل كده شاهدت وسجلتها في المحضر. أنا ما شفتش حاجة خالص، كل اللي شفته عربية بتمر بسرعة لدرجة إن أنا لا عرفت أشوف لونها ولا نمرتها. قفل يا ابن المحضر واثبت فيه ان الشهادة تعرفت على المتهم وخليهم يوقعوا على اقوالهم ويتحول المتهم للنيابة. النبض ضعيف جدا يا فندم، لازم نستدعي الاسعاف بسرعه. مش طالع يا فؤاد؟ لا ما ينفعش تسوق وانت بالشكل ده. مش هشتغل. امال هتروح فين؟ هروح مطرح ما اروح، هروح في 60 داهيه. ممكن بقى يا دنيا تطلع وتسيبيني؟ براحتك يا فؤاد. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة. لا انت شكلك تعبانة، في حاجة؟ لا يا حبيبتي، يمكن بس عشان ما نمتش كويس امبارح، محتاجة ارتاح. لا ما تخبيش عليا، ده مش نوم، ده في حاجة مزعلاكي. حصل حاجة في الاسم؟ يوه قلت لكم ما فيش حاجة. ايه يا ستو؟ يا بنتي بتقول لكم تعبانة عايزة ترتاح، سيبوها في حالها بقى. فاتت ماما شكلها في حاجه ومخبيها علينا، انا مش تايه عنها. تكون ماما اتخانقت مع بابا؟ ممكن تقعدوا تذاكروا وملكوش دعوه بحاجه خالص. انا داخله لها. مالك يا لوني؟ عمري ما شفتك بالشكل ده يا بنتي. تعبانه يا ماما، تعبانة وتايهة.
صعبا عليا نفسي، صعبا عليا القاتل والمقتول. بدأت أشك إن أنا كنت غلطانة لما أصرت على شهادتي. حبيبتي طول عمرك قلبك رهيف وتحب الخير للدنيا وللناس كلها، وده طبع المرحوم أبوكي، يتألموا الألم الناس وتفرحوا لفرحهم أكتر حتى منهم. بس شوفي يا دنيا حبيبتي، أي حاجة تعمليها وانت ضميرك مستريح هيبقى هو ده الصح. هو ده اللي كان مريحني يا ماما. لكن لما رحت أتعرف على الشاب اللي عمل الحادثة وبصيت في عينيه، حسيت كأنه بيترجاني أقول إن أنا ما شفتوش، شفت خوف وألم في عينيه، كأنه بيعتذر لي أنا على عملته. لو كان بإيدي كنت سامحته، كنت خدته في حضني وقلت له ما تخافش، لكن ما قدرتش. بكلمة مني كان زمانه في حضن أمه. عارفة يا ماما، للحظة شفت فيه إيهاب ابني وما شفتيش في اللي اتقتل ابنك يا بنتي. مش عارفة يا ماما، يمكن لأني ما بصيتش في عينين الشاب اللي مات ولا بصلي، ما عرفتوش زي ما عرفت ده. ما شفتش الألم والانكسار اللي كان عليه لما وقع وجابوا له الإسعاف. تبقي غلطانة يا بنتي لو حكمتي عواطفك مش ضميرك. صعب يا ماما إن حياة شاب في عمر ابني تبقى مرهونة بكلمة مني. ما أنا بقولك حكمي ضميرك مش عواطفك. مش سهل عليا يا ماما أفصل بين ضميري وعواطفي. خلاص روحي قولي لهم مش ده اللي خبط الجدع بعربيته وموته. ما أقدرش ما أقدرش. أهو اللي زعق باللي جواكي وخلاكي تقولي ما أقدرش هو ده ضميرك يا بنتي. قومي يا حبيبتي، قومي اغسلي وشك وقعدي كده مع ولادك اللي قلقانين عليكي يا بنتي. قومي يا حبيبتي عشان خاطري. قومي يا دنانا، قومي يا حبيبتي قومي. الو. ايوه بابا، ازيك يا حبيبي؟ انت عامل ايه؟ وماما واخواتي كويسين؟ الحمد لله يا حبيبي، انا بخير يا بابا، كويسه انا وسوها. وان شاء الله يا بابا اول ما اخلص امتحانات هنيجي انا وسوها في البلد عشان نزورك. اه يا حبيبي، اه سوها الحمد لله كويسه موجوده يا بابا. ثواني اندعي لحضرتك، لحظه واحده يا بابا ثواني. سوها سوا حبيبتي، بابا على التليفون بيسأل عليكي. يلا قومي بقى كلمي، بس عشان خاطري والنبي يا سوا حاولي تكلمي مع بابا بشكل طبيعي، عشان انتي عارفاه لو حاسه في صوتك حاجه مش طبيعيه هتلاقي طلب علينا. يلا يلا حبيبتي. هيا بابا. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ وحشني قوي يا بابا والله. لا صوتي يا بابا من كويس اهو. معلش يا حبيبي انا بس تلاقيني كنت تعبانه في الشغل شويه. والله يا حبيبي انا كويسه، احنا كويسين قوي والله يا بابا. ومروه كويسه كمان، بناكل ومروه بتذاكر وان شاء الله هتنجح، متقلقش علينا. ماما عامله ايه؟ اخواتي سلمني عليهم قوي يا بابا، وحشوني والله قوي. ان شاء الله هنبقى نيجي نشوفكم مرة بس تخلص امتحاناتها كده وتاخد الاجازة ونيجي، وانا كمان هاخد اجازتي في نفس الوقت بتاعها. ماشي يا حبيبي، سلمني على ماما قوي يا بابا. تعيش يا حبيبي، مع الف سلامة. باي باي. واخرتها يا سهى، انتي كده هتضيعيني معاكي. انا بقالي يومين ما روحتش كليتي، ومن كتر قلقي وخوفي عليكي مش عارفة اركز في المذاكرة، وانتي عارفة كويس قوي ان امتحاناتي قربت. معلش يا بابا غصبا عني والله حبيبتي. انا عارفه حبيبتي، بس ده مش معناه ان كل واحد فقد حد عزيز عليه وغالي عنده يعمل انت بتعمليه في نفسك. ده اشرف ما كانش حد. انا عارفه وبتهيألك ان ربنا يصبرك. المهم ما تيجي معايا العزاء ولا ايه؟ ده سؤال برضه تسألهولي يا سوا؟